يا حباية ابو يوسف كيفه؟ انا بالغالي ها طلعت معي بالفيديو حبيبي قلب. ايه هلا وصلنا هون لبعد 20 متر يعني الحد الفاصل بيننا وبين جماعة الارهاب المسلحة. مرحبا عمو كيفك مثل عودة؟ ابوس روحك. انت ولاد منار؟ انا ولاد ومين ولاد منار؟ انا ولاد ايوه عليه ايه حبيبي بيوم شهيد الله يرحمه. ايه فهون شايفين مبين على الكاميرا هون هذا الحد الفاصل بيننا وبين الارهابي وهي الشغلة شايفينها الطويلة ساتر وينها؟ ساتر مشان القناص القناص اللي بده يتعامل مع هدول الاهالي شفتوا هدول الاهالي اللي نحن على اساس ما نخرب ونموت نحنا كل ما في الأمر ونطهر المنطقة مشان يرجعوا يعيشوا فيها مو مثل ما أنتوا بتدعوا نحنا الجيش العربي السوري حبيباتي. هلق بدي نط واحد يقول والله دمرت وسويت وخربت يعني شيء طبيعي بحالة الحرب وقت بده يجي الإرهابة يتمركز ببيت مدنة أو يتعظم هذا الشيء يصير خارج عن السيطرة بدها تهج الاهالي شيء اكيد يعني بدنا نجي نحن الجيش والجيش بده يتقدم اجباري بالمدرعه بالنسبه للقناصين يعني اذا ضلت زيت عساكر من اليوم لبكره بدهم يضلوا ينقنصوا فبدك تضطر ترمي او انه رمي مدفعي او يلي هو بس كل ما في الامر بتكون الاهالي هاي اللي ما تشوفوها هلا راجعه بيوتها وعايشه بامان تكون هاي الاهالي طلعت نجي نحن منطهر شو بيطلع بقى بايده الواحد اكثر من هيك وهي ليكنا انا العسكر اللي عساس ما اقتل المدنيين ليكنا ماشيين بيناتهم يلي بتقولوا الجيش ما يقتل ويضرب فلذلك المراهنة على مصداقية الجيش العربي السوري صارت شيء مستحيل وكذب كان مبين هاي حلب وهي الاهالي المدني شوفت عينك بدك تفهم وقت الجيش العربي السوري انه بيقسم قسم على حماية الدولة اللي عايش فيها بيكون قد قسم فهذا الفيديو عبارة عن جولة عادية يعني في مادة الواحد بيطرحها المادة ليك الواقع قدامك وراك وحواليك طبعا عصابات الارهابي المسلحه ما تدافع عن الديمقراطيه شو اكثر شيء درجه هلا هون حلب زرار الغاز مها طبعا ما يستهدفوا هاي الاهداف اللي وراي شايفيني زرار الغاز وبالهواء هدول هذا ارهابي هذا الصبي اللي وراي هذا نظر الارهابي ارهابي هو ما يطبق الدين الاسلامي يا اخي وقت ما زدت له جره الغاز هيك عشوائيا بين العالم وبيجوا اخر شيء بيصوروا لك مثلا مثل هذا البناء وراي شايفينه بالبعد هاللي مهبط هذا هي الماده اللي بيصوروها وبياخذوها انه الجيش ليك شو عمل الجيش كسر فقع دمر ضرب مدفع مدري شو حبيباتي الاهالي بتكون طالعه هي للمره الثانيه الاهالي بتكون طالعه وهيجي منه للارهابي بنجي نحن من طهره للمنطقه ونحن اسمنا جيش يعني مدفع يعني طياره يعني هبد عرفت شو